مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من أوراق تركيا. يبدو أن سياسات تركيا تتغير بعد 15 من تموز يوليو الماضي، تاريخ الانقلاب العسكري الفاشل. تغيير يمس كل مناحي هذه السياسات، إن كان في الداخل التركي أو علاقاتها الخارجية، في بعديها الدولي والإقليمي. ولعل الملفت منذ اللحظات الأولى للمحاولة الانقلابية الفاشلة هو تداعيات هذه المحاولة على الإقليم، وكذلك توجه القيادة التركية لتشريك هذا الإقليم وبقوة في إدارة الأزمة، أما عبر دعمه أو اتهامه ولو بشكل غير مباشر في إسناد الانقلابيين ومحاولتهم الفاشلة وتسويقها خاصة إعلاميا. هذه الحركية وما تبعها من نشاط دبلوماسي كثيف بعد دحر الانقلاب وفشل المحاولة بعث بإشارات مركزية أن سياسات تركيا الإقليمية تتشكل من جديد وفق خريطة توازنات وعلاقات جديدة، وكذلك وفق خطة عمل تحكم على ما يبدو انتصار معركة مناوبات الديمقراطية. كيف تنظر تركيا لسياساتها الإقليمية بعد محاولة الانقلابية الفاشلة، وما هي مرتكزات خطة عملها في الإقليم مستقبلا؟ هذا موضوع حلقة اليوم من أوراق تركيا، نناقشه مع الدكتور جانكيز تومار، أستاذ العلاقات الدولية في معهد الشرق الأوسط التابع لجامعة مرمى. أهلا بك دكتور. أهلا. ودكتور سعيد الحاجة، الكاتب والباحث المختص في الشأن التركي. أهلا بك دكتور. أهلا بك. ولكن قبل ذلك نستسمحكم ونستسمح السادة المشاهدين ونتابع هذا التقرير ثم نعود. في لحظة غير عادية في مسار السياسة الخارجية التركية جاء الحدث الاستثنائي، محاولة انقلابية فاشلة في توقيت تعاني فيه تركيا من عزلة في سياستها الخارجية، تحاول فك قيودها من خلال استدارة واضحة نحو الدول والقوى التي تشهد معها توتراً. بدأ الأمر مع دولة الإمارات التي أعادت سفيرها واستمر باتفاق مع دولة الاحتلال، كما بدأت خطوات المصالحة البطيئة لكن الواثقة مع روسيا في ظل إشارات حول إمكانية التوصل مع دول إقليمية أخرى. ولأن الانقلاب رسالة خارجية تماماً كما هو رسالة داخلية، فلا بد أن القيادة التركية تعيد حساباتها لضمان عدم حصول هزات ارتدادية لزلزال الانقلاب داخلياً وخارجياً. فعليه فإن المراجعات لا بد وأن تطال علاقات تركيا الإقليمية وتحالفاتها في المنطقة. بيد أن خيارات أنقرة تبدو محدودة وصعبة، فلا العلاقة مع الدوحة قادرة على الصمود كمحور مستقل، ولا التعاون مع الرياض استطاعت تطورا لمرحلة التحالف، ولا العلاقات المتوترة مع الدول الإقليمية الأخرى تسمح لها بكثير المناورات. من جهة أخرى، تبدو تركيا مندفعة نحو كل من روسيا وإيران بسبب خسائرها الاقتصادية بعد الأزمة مع موسكو، ومرارتها التي لا تخفيها من مواقف حلفائها الغربيين خلال الانقلاب وبعده، وهو توجه لا بد وأن يلقي بظلاله على علاقات تركيا الإقليمية ومواقفها من قضايا الإقليم وفي مقدمتها الأزمة السورية. وعليه تقف تركيا في لحظة فارقة في تاريخها الحديث، مضطرة للانكفاء بشكل كبير على مشهدها الداخلي للملمة أجزائه وضبط إيقاعها دون الإضرار بمصالحها وأدوارها في الإقليم والعالم، في محاولة لإعادة صياغة سياستها الخارجية وفق رؤيتها ومصالحها والمتغيرات الداخلية والخارجية. فهل تستطيع بلورة سياسة إقليمية مستقلة وفاعلة، أم تبقى سياساتها الإقليمية رهناً للمواقف الدولية واستقطابات الكبار؟ أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، الحلقة اليوم من أوراق تركيا، سياسة تركيا الإقليمية بعد محاولة انقلاب الفاشل. هذا موضوع حلقة اليوم. دكتور جانكيز، كثر الحديث عند المحللين وحتى بعض إشارات بعض السياسيين بأن سياسات تركيا الإقليمية في المنطقة، سياساتها في سوريا من الأزمة السورية، العراق، مصر، فلسطين، كانت أحد الأسباب التي حفزت الجنرالات على القيام بالمحاولة الانقلابية. ما مدى وجاهة هذا الرأي؟ طبعاً عندي رأي. أنا أؤمن بهذه المحاولة أو هذه المنظمة الإرهابية، طبعا هذه ليست مشكلة تركيا فقط، المشكلة علاقات الدولية، وهذه المنظمة تابعة
إلى الاستخبارات الأمريكية. يعني أنا تتحدث عن منظمة الخدمة يعني جماعة فتح الله جولان. فتح الله جولان قصدي. ويعني أنا لا أؤمن يعني فتح الله جولان هو بوحده على كل شيء. وبسبب سياسات التركية منذ تقريبا 15 سنة. يعني تركيا قبل هذه الحكومة تقريبا كانت مرتبطة بالغرب بشكل كامل، يعني كل الحكومات تقريبا قبل هذه الحكومة. ولكن رجب طيب أردوغان حاول أن يكون مستقلا نوعا ما، وهو كمان كان يحاول أن يستعمل التوازن كما فعل هذا في التاريخ عبد الحميد الثاني تقريبا، يعني كمؤرخ أستطيع أن أقارن. وبسبب هذه السياسات يعني هنا في هذه المحاولة هدف كان ليس تركيا، ليس الشعب، الهدف كان رجب طيب أردوغان أو تغيير رجب طيب أردوغان، لأن الغرب بشكل عام يعرفون طالما رجب طيب أردوغان تركيا ستكون مستقلا في سياستها، ولكن بعد تعييره يعني كمان سيرجع إلى الوراء قبل كما كان قبل 2000 يعني في 80s و90s وكذا. يعني أظن هذه أهم هدف بالنسبة لهذه المحاولة، سياسات الخارجية التركية لهذه الحكومة، وخاصة طبعا يعني عندما نتكلم عن حكومة أنا أتكلم عن رجب طيب أردوغان حكومة العدالة والتنمية. وبسبب هذه التصرفات يعني هذه موجود في مشكلة سوريا أو العلاقات أو اللاجئين وكذا في أوروبا، يعني هذه الحكومة كانت مختلفة تماما عن الحكومات اللي قبل يعني في 80s في 90s من تجربتي أنا، وهذا أهم أسباب هذه المحاولة. دكتور سعيد، يعني إشارة دكتور جنكيز بأن دافع الاستقلالية إدارة الحكومة التركية حكومة العدالة والتنمية لعلاقاتها في الإقليم، خاصة نتحدث في الخمس سنوات الأخيرة يعني بعد ثورات الربيع العربي في سوريا، العراق، فلسطين، مصر، هذه الاستقلالية البعض يرى بأن دفعت بعض أطراف إلى أن تتورط بشكل أو بآخر في دعم الانقلابيين، عمل إسنادهم أو احتضانهم أو تقديم المعونة لهم. يعني هل فعلا اليوم بعد فشل هذه المحاولة الانقلابية تركيا أصبحت متنبهة إلى أن هناك أطراف في الإقليم تكيد لها؟ مساء الخير أستاذ محمد، لك وللدكتور جنكيز والمشاهدين. هو بطبيعة الحال هناك تفصيل في هذا الأمر. أنا أولاً أتفق تماماً مع الدكتور جنكيز أن الجزء المتعلق بالسياسة الخارجية التركية أصيل في المحاولة الإنقلابية، ومن الطريف أن ما عبر عنه الدكتور جنكيز الآن عبر عنه السفير الأسبق في أنقرة الأمريكي الأسبق جيفري في لقاء مع صحيفة حرية انتشر واشتهر قبل يومين، عندما ذكر أنه سبب عدم رضا الغرب عن أردوغان وذكره بالاسم أنه لا يتملق الغربيين أو لا يتعامل معهم بدونية نوعا ما، وكأنه يتحدث عن الاستقلالية الهام ولو جزئيا ولو هامشيا ولو مرحليا. هذا نوع من الاستقلالية في السياسة الخارجية التركية كانت أحد أهم أسباب عدم الرضا الغربي عن تركيا بقيادة أردوغان. وبالتالي نعم، من يقوم بالانقلاب يبحث عن القبول والتعامل الخارجي والإقرار بالأمر الواقع، وبالتالي لا يمكن أن يكون حصل انقلاب دون مساعدة أو دعم أو ضوء أخضر خارجي. هذا مستوى نظري وتاريخي وواقعي موجود، لكن أنا أعتقد أن هناك جزء أيضا مبالغ به في موضوع البعد الخارجي للانقلاب، بمعنى أن الدولة الفلانية أرسلت مالا أو الشخص الفلاني أتى إلى تركيا واجتمع مع الإرهابيين أو المخططين للانقلاب. أنا أعتقد أن هذه مبالغات. بالمقام الأول المجموعة التي قامت بالجزء الأكبر من التخطيط والتنفيذ للإنقلاب، الكيان الموازي أو جماعة الخدمة، لديها مسوغاتها أو أسبابها الداخلية، بمعنى الصراع والنزاع والمنافسة مع أردوغان ومع حزب العدالة والتنمية، ولديها شبكة علاقاتها الخارجية المبنية أساسا في الخارج التي لا تحتاج لهذه العلاقة العضوية ولا تحتاج لهذا الشراء المباشر لشراء الذمم بالمال. هم لديهم القناعات للإنقلاب، وبالتالي أنا أعتقد أن الكثير مما قيل
ونشر على بعض المواقع والصحف وما إلى ذلك عن دعم مالي وتمويل واجتماعات وما إلى ذلك شيء مبالغ به، أو على الأقل لم يثبت حتى الآن بالدليل. حتى الصورة التي نشرت للسفير الأمريكي مع بعض قادة الجيش كانت أعتقد فوتوشوب ولا ترقى حتى لتكون دليل. لا يحتاجون ذلك. لا يحتاجون ذلك. وبالتالي الجزء الدعم الخارجي أو ضوء الأخضر الخارجي الحقيقة موجود تاريخيا. كل الانقلابات العسكرية في تركيا في فترة الحرب الباردة كانت أمريكية المنشأ والدعم، وهذا معترف به في كتب وفي سير ذاتية وفي تصريحات. إضافة إلى أنه نظريا أيضا كما ذكرت قبل قليل تحتاج للإقرار الخارجي والاعتراف. ثالثا حتى بعض الوقائع ليلة الانقلاب، خروج طائرات من قاعدة إنجيرليك العسكرية لتزويد المقاتلات الإنقلابية بالوقود وغيرها، كلها تقول أن هناك بعد خارجي. لكن هذا لا أعتقد أنه بهذا التفصيل، بمعنى بعض الدول الإقليمية والعربية كانت موجودة أو الشخص الفلاني الذي يذكر دائما دحلان وغيره، أنا أعتقد أنها مبالغ فيها. وهناك جزء ثالث أستاذ محمد، أنا أعتقد أن تركيا كقيادة سياسية حتى لو ظهر لها بالدليل المباشر الوثوق الذي لا شك فيه أن هناك تورطا أمريكيا لنقل في المحاولة الإنقلابية تخطيطا أو دعما أو مباشرة، أنا لا أعتقد أنها بوارد مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية ستستخدم هذه الأدلة من تحت الطاولة للضغط لتحقيق مكاسب معينة تتعلق ربما بتسليم جولان، تتعلق بشروط قاعدة إنجيرليك، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين تركيا وواشنطن أو تركيا والغرب، ولن تكون على مستوى أن تعلن تركيا أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة في الإنقلاب. هذا دليل أولا لأنها لا تملك مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية حتى نكون واقعيين، وثانيا أن ذلك سيضعها أمام استحقاق أمام الرأي العام التركي الذي سقط له مئات الشهداء، سيقول لها ما دامت واشنطن متورطة فإذا حاسبيها أو ناقشيها أو راجعيها، وبالتالي هذا استحقاق أيضا لا تستطيع الحكومة التركية أن تكون على مستوى. وبالتالي أنا أعتقد أنه هذا الملف، ملف الدعم الخارجي للإنقلاب، سيبقى طي الكتمان والأسرار والتحقيقات، وما ستهتم به الحكومة التركية دائما هو المشهد الداخلي أولا وأخيرا. المشهد الداخلي الذي سيكون هو رافع لهذه السياسات، سنأتي لهذا الجانب. دكتور جنكيز، موقف الدول، وأنا هنا أتحدث عن دول إقليمية، دول إقليمية مهمة في علاقات تركيا الخارجية وعلاقات تركيا أو في رؤية تركيا للإقليم. هنا أتحدث عن مصر، السعودية، قطر، العراق، سوريا، فلسطين، دولة الاحتلال كانت لها مواقف يعني من الانقلاب في الساعات الأولى ولكنها كانت مختلفة على النقيض. كيف نقرأ هذه المواقف؟ طبعا يعني أنا طالما أتابع الأخبار، طبعا خاصة الموقف روسيا، إيران والمملكة العربية السعودية كانت سلبيا جدا للمتمردين، وهم كانوا مع الحكومة التركية من البداية. وطبعا بسبب هذا نستطيع أن نفهم هذه أيضا المشاكل بين الشرق والغرب، نرى هذا ومسألة سوريا موجودة في هذه المحاولة. طبعا أنا يعني مصر طبعا بسبب العداوة بين تركيا ومصر كانت طبعا موقفها مختلفة تماما وضد الحكومة التركية، هذا طبعا مفهوم نوعا ما بسبب المشاكل بين الدول. ولكن الشعب التركي الآن لا يستطيع أن يفهم لماذا أوروبا والولايات المتحدة ليست متساندة مع تركيا. هذه أهم مشكلة الآن كشعب تركي لا نستطيع أن نفهم، لأنه من البداية منذ الخمسينيات هم كانوا يقولون لنا نحن نريد ديمقراطية، حقوق الإنسان في المنطقة والتركية كأسوة حسنة، ونحن نحن ديمقراطية تركية. ولكن في بعد يعني في حين هذه المحاولة الفاشلة لم نستطيع أن نرى الدعم من أوروبا وأمريكا للحكومة مشروعة ورجب طيب أردوغان. أنت تحب أو لا تحب، ولكن هذه الحكومة مشروعة بانتخابات الحرة. يعني حتى في تركيا بعض الناس لا يحبون هذه الحكومة أو رجب طيب أردوغان، ولكن كانوا يتساندون مع الحكومة التركية. لماذا؟ لأنه هذه ليست مسألة رجب طيب أردوغان أو الحزب العدالة والتنمية، هذه مسألة سرقة آراء
الشعب التركي. الغرب وأمريكا ماذا يقول لنا دائما؟ نحن نريد ديمقراطية في المنطقة في كل الدول وحقوق الإنسان، وتركيا تحاول هذا، ولكن مشكلتهم عندما هناك حكومة ليست سهلة بالنسبة لهم أو ليست معادية لهم، ويفعلون أشياء أخرى كما فعلوا في مصر وفي الدول الأخرى. هذه الازدواجية الآن تركيا، طبعا الشعب التركي توحد، هذا أهم شيء، يعني هذا أهم خير من هذا الشر، لأن تركيا كانت تقريبا منقسمة 50% 50%، ولكن في هذه المحاولة الفاشلة هذه المحاولة توحدت التركية، الشعب التركي هم يريدون الديمقراطية، هذا أهم شيء. ولكن الشيء الثاني، تركيا رأت ازدواجية الغرب الأوروبا وأمريكا، أظن هذه ستكون هناك نتائج هذه الأشياء فيما بعد. بالضبط هذا ما أردت أن أسأل فيه دكتور سعيد. المواقف الدول من المحاولة الانقلابية الفاشلة، ذكر الدكتور جنكيز روسيا، إيران، المملكة العربية السعودية، قطر، المغرب، لكن على الأقل الدول في الشرق الأوسط مهمة، وفي كانت إلى حد ما ستشكل محور مثل قطر والسعودية أو علاقات متوترة إيران روسيا، كانت موقفها واضح من الانقلاب تقريبا الأول، وهذا دليل بأن هناك خارطة تشكلت بشكل مخالف للمتوقع. يعني لم يكن الناس تتوقع أن يكون رد فعل الروسي سريع وواضح أنه ضد هذه العملية الانقلابية أو حتى إيران. فنجد أن كانت مواقف واضحة، يعني ترى بأن أو دول أخرى التي التزمت الصمت والوقوف على الربوة أو المواقف الرمادية، هل ذلك بدايات تغير رأي نظرة السياسة الخارجية التركية في الإقليم لترتيب علاقاتها؟ لا، ودعني أقول أولا أن ليس هناك صدمة أو مفاجأة كبيرة في الموقف الروسي ولا الموقف الإيراني. أولا، بطبيعة الحال معظم الدول في حالة انقلاب عسكري في أي بلد، معظم الدول تتريث، تنتظر حتى ينجلي المشهد بطريقة أو بأخرى ثم تعلن مواقفها، وهذا ما حصل مع الدول الأوروبية التي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنها كانت ربما تنتظر أن ينجلي المشهد برسوخ قدم الانقلاب وتتعامل كما تعاملت مع مصر، مواقف سياسية باهتة في البداية، محاولة إظهار أنها غير راضية عن تغيير النظام بالقوة وبالدبابة، ثم بعد ذلك تتعامل مع الأمر الواقع ويمضي الأمر كما مضى مع 4 انقلابات عسكرية سابقة، وكذلك الاتحاد الأوروبي. طبعا لمصالحه واختلافا مع السياسة الخارجية لتركيا الحالية. الموقف الروسي معتمد على رؤية أن الانقلاب في تركيا هو أمريكي المنشأ أو أمريكي الهوى، وبالتالي سوف تتغير السياسة الخارجية التركية بالعكس من مصالح روسيا، بالعكس من مسار التقارب بين تركيا وروسيا الذي بدأ قبل الانقلاب. وأعتقد أن الموقف الإيراني أيضا شبيه بهذا الموقف، وبالتالي هناك كما هناك رؤية مبدئية روسية برفض الثورات في العالم العربي لأنها ترى فيها تغييرا للنظم بشكل غير دستوري بشكل انقلابات أو ثورات وما إلى ذلك، وأن ذلك قد يمتد لجوارها القريب أو لها. فأنا أيضا أعتقد أن موقف مشابه جدا من الانقلاب في تركيا، لا تريد أن يتغير النظام بهذه الطريقة، سيما في ظل تقارب بين الطرفين، سيما وأنها ترى الانقلاب سيقرب تركيا أكثر من المحور الغربي أو الأمريكي. لكن المفاجأة أعتقد أنا بالنسبة لتركيا كان موقفين، موقف الغرب الأوروبي وهذا تتكلم عنه كثيرا، وأيضا مواقف بعض الدول التي يفترض أنها كانت في سياق تعاون وتحالف وتنسيق مع تركيا، دول الخليج، بعض الدول العربية الإقليمية وما إلى ذلك. وأنا أقتبس كلمة الرئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم اليوم عندما قال أن أصدقاؤنا ليلة 15 من تموز ليلة الانقلاب أمسكوا بالجرم المشهود، أي أنهم لم يكونوا على مستوى طموحات وتركيا أصيبت بخيبة أمل. وأنا غير متأكد الحقيقة، ربما يصحح لي الدكتور جنكيز، الموقف السعودي أعتقد أنه تأخر نوعا ما، أعتقد الموقف القطري كان سباقا أولا على مستوى الاتصال ثم لاحقا على مستوى إفاد وزير الخارجية، لكن أعتقد أن الموقف السعودي لم يكن بعد 12 ساعة تقريبا لم يكن سارا جدا لتركيا، لأنه في نهاية المطاف بالنسبة لأي دولة أو لأي حزب حاكم ينقلب عليه عسكريا يهمه المواقف السريعة المبدئية التي تقف مباشرة ضد الانقلاب قبل أن يتم. كان الموقف القطري أسرع موقف هو الموقف المغربي على ما أعتقد. أعتقد وبالتالي نحن عندما نتحدث عن منظومة التحالفات حتى الإقليمية التركية أعتقد أن هناك أيضا خيبة أمل ربما لا يعلن عنها بشكل واضح من الساسة لأنهم حريصون على المرحلة القادمة، لكن أنا أعتقد مرة أخرى أن سياسات تركيا الإقليمية التي سترسم لها علاقة بالانقلاب من عدة زوايا.
أولا أن السياسة الخارجية بطبيعة الحال معتمدة على المشهد الداخلي، والمشهد الداخلي الآن في فترة انتقالية فيها الكثير من الضبابية وتغيير وهيكليات وما إلى ذلك. الأمر الثاني أن الانقلاب بطبيعته يحمل رسالة من الخارج بالضغط، بعدم الرضا، بمحاولة تغيير سياسات معينة، وبالتالي هذا له علاقة بقرار صانع السياسة الخارجية التركية أنه لا أريد أن أزيد الضغط على تركيا في هذه الفترة الانتقالية. ولذلك أنا أعتقد أنه المسار الأول أو المحور الأول في السياسة الخارجية التركية تحديدا الإقليمية هو الاستمرار في التهدئة وتدوير الزوايا والمصالحات مع مختلف الدول. وأعتقد أن تصريح بن علي يلدرم اليوم واضح جدا عندما قال كما تجاوزنا المشاكل وحللنا المشاكل مع روسيا وإسرائيل دولة الاحتلال فأننا قادرون على حلها مع كل من روسيا والعراق، وهذا تصريح الحقيقة متقدم جدا في الفترة القريبة ربما أو المتوسطة بعد مرور فقط شهر على الانقلاب. الحديث عن سوريا الآن له علاقة بالدروس المستخلصة من الانقلاب، وله علاقة أيضا بالمواقف أو بالمساق المصالحة والتقارب مع روسيا، لأن التقارب مع روسيا أيضا له استحقاقات منعكسة على الملفات الإقليمية وفي القلب منها الأزمة السورية. دكتور جنكيز، يعني ما قدمه الدكتور سعيد هذا التمهيد لنفهم نتلمس خريطة الطريق التركية في إدارة أزماتها التي كانت قبل الانقلاب والتي الآن بدأت هناك نظرة أخرى لكل ما يقع في الإقليم، لأنه تقريبا الإقليم كله أزمات، العراق، سوريا، فلسطين، الخليج، يعني الصراع في الخليج بين إيران ودول الخليج. كيف اليوم تركيا بدأت تشكل سياستها في الإقليم؟ طبعا هذا التغيير بدأ يعني في السياسة بدأت قبل هذه المحاولة. أنا أرى طبعا في تغيير رئيس الوزراء، هذه النقطة مهمة، يعني داوودوغلو وبن علي يلدرم طبعا أنا أعرفهما من قريب. داوودوغلو كان أستاذ العلاقات الدولية، هو يعني كيف أقول، هو كأستاذ أو الأكاديمي عنده نظريات. بن علي يلدرم هو مهندس ودائما هو يطبق العمل، يعني في الطرق والجسور، يعني يعني تقريبا هناك يعني اختلاف كبير بين الشخصيتين، شخصية داوودوغلو وبن علي يلدرم. عندما تغير رئيس الوزراء أنا فهمت سيكون هناك تغيير في السياسة الخارجية أيضا. وبن علي يلدرم هو يعني نوعا ما واقعي أكثر مقارنة بداوودوغلو. يعني تقصد أن بدايات تغيير السياسة الخارجية بدأت مع تغيير رئيس الحكومة وانتقالها من بروفيسور أحمد داوودوغلو إلى بن علي يلدرم. الآن هل الانقلاب سرع هذا التغيير؟ طبعا، لأنه قبل هذه المحاولة كانت تركيا أقوى، يعني كان يد قوي في المنطقة، ولكن بعد هذه المحاولة نحن رأينا بعيوننا عين اليقين هناك المشاكل في داخل الشرطة والجيش أو البيروقراطية العليا، يعني في مشاكل عدة في داخل الحكومة. أيضا كانت المشاكل موجودة، مشكلة الكردية، الحزب العمال الكردستاني، مشكلة داعش موجودة، وهذه المشاكل. وأيضا رأينا مشاكل الوجود التركي، يعني البنية التركية أو البيروقراطية العسكرية في الجامعات. يعني هذه الحركة طبعا هي الكيان الموازي اسم جيد جدا، يعني من رجل لا بس واقعي جدا. لماذا عندهم الكيان الموازي في التعليم، جامعات، مدارس، كيان موازي في العدالة، القضاة وكذا، الكيان الموازي في الجيش، جنرالات، كيان الموازي في الشرطة، كيان الموازي في البيروقراطية. يعني هناك دولة في داخل الدولة، يعني بسبب هذا، يعني هذا أخطر من الخارج. يعني لو دخلنا بهذا الجيش إلى سوريا لا سمح الله أو إلى أي مكان، والآن نحن نرى المحاولات ضد
الحزب العمال الكردستان هم يتصلون بالجنرالات تابعه لهذه المنظمه، كانوا يتصلون حزب العمال الكردستاني يعني حتى هم يهربون في مناطقهم يعني قبل الانفجارات وكذا. يعني هذه هي الان تركيا، طبعا اهم شيء تركيا الان أصبح أقوى شعبيا، توحد الشعب، ولكن في هناك خلل في البنية البيروقراطية العسكرية وهذه الأشياء، وطبعا هذه الأشياء لها تأثير في السياسة الخارجية سواء سورية أو السياسة الخارجية أخرى. هذا ما سنناقشه في الجزء الثاني، كيف أن تركيا تنطلق من إدارة أزمتها الداخلية حتى تجعل لنفسها مرتكزات في السياسة الخارجية، إضافة إلى بعض المواقف حاليا من رئيس الحكومة في بعض القضايا المهمة جدا، أو شبكة التحالفات الممكنة بعد محاولة انقلاب الفاشلة. نناقش هذه المواضيع ولكن بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، أهلا بكم في الجزء الثاني من حلقة اليوم من أوراق تركيا، سياسة تركيا الإقليمية بعد محاولة انقلاب الفاشل. هذا موضوع حلقة اليوم مع ضيفنا الدكتور جنكيز تومار، أستاذ العلاقات الدولية في معهد الشرق الأوسط التابع لجامعة مرمرة، والدكتور سعيد الحاج الكاتب والباحث مختص في الشأن التركي. دكتور سعيد، توقفنا في أن ما ذكره الدكتور جنكيز بأن إدارة الأزمة الداخلية، عملية ما بين معقفين، تطهير المؤسسات الدولة خاصة المؤسسات الأمنية، المخابرات، الجيش، الجندرمة، مؤسسات الحساسة، مؤسسات القوة في الدولة، القضاء، الإعلام إلى آخره، هذه أولى مرتكزات صياغة سياسة خارجية جديدة في الإقليم. لكن أيضا هذه السياسة الخارجية مرتبطة بلعب التوازنات وبرؤية لمرحلة ما بعد، كما ذكر الدكتور جنكيز، ما بعد أحمد داود أغلو. كيف الآن ممكن تركيا أن تنطلق نحو الآخر ما بعد زيارة رئيس رجب طيب أردوغان إلى روسيا واستبعاد ذلك؟ تذكر في حلقة سابقة عن السياسة الخارجية التركية بعد الانقلاب، أنا ذكرت أنه يمكن أن نقسم متغيرات السياسة الخارجية التركية إلى ثلاث مستويات زمنية، على المدى القصير أو المدى القريب انكفاء على المشهد الداخلي، التحقيقات وإعادة هيكلة المؤسسات وما إلى ذلك، وأعتقد أننا تقريبا خلال الشهر الأول استكملنا هذه المرحلة. المرحلة الثانية على مدى المتوسط، ذكرت أنه سيكون هناك استمرار في سياسة الاستدارة، تدوير الزوايا والمصالحات، وأعتقد أن تصريح الرئيس الحكومة اليوم عن إمكانية المصالحة مع سوريا والعراق وذكر أو إشارة لبعض شروط تركيا للحل في سوريا له علاقة بهذا الأمر. وعلى المدى البعيد ربما أو الاستراتيجي، يمكن الحديث عن رؤية السياسة الخارجية التركية، هل ستلتزم تماما المحور الغربي أم تحاول الموازنة والعودة للسياسة متعددة المحاور كما كانت في السنوات السابقة قبل الأزمة مع روسيا، التوازن بين المحور بين الشرق والغرب وما إلى ذلك. لكن أيضا بالإشارة لسؤالك أستاذ محمد، السياسة فعل في النهاية، والفعل إرادة وقدرة، بمعنى هناك رؤية وهناك إمكانات. على مستوى الرؤية هذا له علاقة برسالة الانقلاب الخارجية، وله علاقة أيضا بمساق التقارب مع روسيا، هذا له استحقاقات وله متطلبات في ملفات إقليمية معينة، لأن التقارب مع روسيا ليس فقط علاقات اقتصادية وتجارية، هو جلوس على طاولة التفاوض، والتفاوض عملية ثنائية وبالتالي تتطلب تنازلات تكتيكية من الطرفين. وأعتقد أن الأزمة السورية تحديدا من ضمن ملفات أخرى مشتركة بين روسيا وتركيا، مثل البحر الأسود ومناطق البلطيق وحلف شمال الأطلسي الناتو، القرم، ناغورنو كاراباخ وغيرها من الملفات، لكن الأسخن الآن ربما هو الملف السوري، سيكون فيه بعض التحرك. لكن أيضا ما أشار إليه الدكتور جنكيز مهم جدا، إعادة هيكلة المؤسسة العسكرية، إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية بشكل عام، عدد المفصولين من الجيش من الجنرالات واللواءات 151 من أصل 358 في كل المؤسسة العسكرية، نتحدث عن 42% من رتبة لواء فيما فوق المؤسسة العسكرية تم فصله من الجيش لقيادة الجيش، وربما هذا الأمر أيضا يزداد مع عمليات التحقيق. هذا الأمر يعني أن أوراق قوة تركيا، لأن جزء كبير منه أيضا كان مسؤول عن ملفات مثل سوريا مثلا في الدراك في القوات الخاصة وما إلى ذلك، هذا يعني أن أوراق قوة تركيا، إمكانات تركيا في الملفات الخارجية قد ضعفت. هنا فترة انتقالية فيها نوع من الضبابية، نوع من الفوضى، إضافة إلى الرؤية التي لها علاقة بالتقارب مع روسيا. لذلك أنا أعتقد أنه أيضا إضافة إلى مساق المصالحات وما إلى ذلك، هناك ما يمكن أن نسميه
انخفاض سقف الخطاب والمواقف التركية في الإقليم وتحديدا في الأزمة السورية. هذا ربما كتبته أنا سابقا وما تحدثنا فيه في البرامج، لكن الآن تصريح وزير رئيس الحكومة التركية نذكر بالتصريح أن كما حسننا علاقاتنا مع روسيا وإسرائيل سنحسن علاقاتنا مع سوريا والعراق، وذكر أيضا أشار لشروط تركيا للحل في سوريا، أشار لوحدة الأراضي، لا دولة كردية ولا لفرض نظام طائفي، يعني تقريبا صياغة جديدة. وبالتالي لم يأتي على ذكر الأسد، وبالتالي هو ضمنيا وكأن هناك اتفاقا روسيا تركيا أنه إذا ما تم ضمان وحدة الأراضي التركية. وحتى بعد إذنك دكتور، حتى الرئيس رجب طيب أردوغان ذكر في زيارته مؤخرا إلى روسيا الحديث عن تسوية للأزمة السورية، وليس الحديث عن تغيير أو يعني مستعمل مصطلح تسوية له دلالات. هو بطبيعة الحال أنا أعتقد أن تركيا قبل الانقلاب كانت قد قبلت الحل السياسي، وكانت قد قبلت ضمنيا ببقاء الأسد خلال الفترة الانتقالية عندما دعمت هذا الحل السياسي الذي فرضت من خلاله روسيا بقاء الأسد حتى الانتخابات القادمة. لكن واضح أن الزيارة الآن، زيارة إردوغان إلى روسيا، حملت جديدا له علاقة باتفاق ثنائي بين الطرفين. صحيح أن في نهاية المطاف الأزمة السورية لن تحل عبر اتفاق روسي تركي، ليست تركيا وحدها المقررة في هذا الاتجاه، هناك الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أطراف أخرى، لكن بطبيعة الحال تركيا بالجوار، بالحدود المشتركة، بالعلاقة المميزة مع المعارضة السياسية والعسكرية لديها دور تقوم به، وتستطيع أن تفشل أو تحبط أو تؤجل أي اتفاق لا ترضى عنه، لا يلامس مصالحها. وبالتالي أنا أعتقد أن الروس قدموا هذا الأمر للأتراك باعتبار أن الأولوية الأولى لتركيا في الملف السوري هو العامل الكردي، ذكرنا ذلك أكثر من مرة. لا لدويلة كردية، ممنوع دويلة كردية أو شريط كردي على حدودها الجنوبية، تعتبره خطا أحمر من منظور أنها القومي. الآن هذه الشروط التي يتحدث عنها رئيس الحكومة التركية لها علاقة بهذا الأمر، لا دويلة كردية، لا فيدرالية، وحدة الأراضي السورية، هذا يعني أنه لا دويلة كردية، ثم لا يكون هناك نظام طائفي تسلطي على الشعب بمعنى إعادة هيكلة النظام مرة أخرى، لكن لا علاقة لهذه الشروط التركية الآن بشخص الأسد، بمصير الأسد، بالمعارضة العسكرية السياسية، إلى أين الذهاب. وبالتالي أنا أعتقد أنه انخفاض لسقف المطالب التركية، لكنه أيضا التقاء في المنتصف مع، دعني أقول، ضمانات روسية لعدم دعم المشروع الكردي. نذكر مثلا بعد أزمة إسقاط المقاتلة الروسية، أولا المشروع الكردي في شمال سوريا توسع وتسارع بشكل كبير جدا ونشط من خلال الدعم الروسي والأمريكي، وأيضا موسكو فتحت مكتبا لتمثيل للبي واي دي، هذا كان واضح جدا أنه رد على تركيا وحشر لها في الزاوية. الآن يبدو أن البوصلة تتجه بالعكس، وهذا بالمناسبة للأسف فيه رسالة للفصائل الكردية المسلحة في شمال سوريا أنها كانت أداة، كما كنا نقول دائما أنها أداة فقط في يد الروس الأمريكان للضغط على تركيا أو لعب في المشهد السوري، وأعتقد أنها لها رسالة لأطراف أخرى في الداخل المشهد السوري أن لا تكون أداة. يعني واضح أن الأزمة السورية هي أصبحت محرار قياس تطورات السياسة التركية الخارجية في الإقليم. دكتور جنكيز، يعني تصريح وزير الخارجية الأخير حول التزام الولايات المتحدة الأمريكية بعودة مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية إلى ما وراء نهر الفرات بعد دخولهم إلى منبج، إشارة إلى الدولة الكردية خط أحمر، ثم إلى أن هذه الأزمة في سوريا هي أزمة تقاطع تحالفات في الإقليم ومصالح أطراف متعددة. هل اليوم تركيا عندما تسطر أو تنظر إلى ما بعد الانقلاب في سياستها، هل هي أيضا تنظر إلى الأزمة السورية للأكراد والتقاطعات، أم هناك استراتيجي فيما ذلك توسع نحو أفق جديدة في علاقاتها دولة الاحتلال مصر أو دول أخرى كانت على، لا نقول في خصومة، ولكن في حالة اشتباك بارد؟ طبعا الآن يعني سيكون هناك تغيير، هذا أكيد، ولكن طبعا في البداية أريد أن أقول طبعا أنا أبدا أظن الشعب التركي أيضا لا يثق بأمريكا أو الأقوال أمريكا، لأنه هذه الأقوال نحن عشنا في مسألة العراق، في شو اسمه الكوبا مطرقة كما تتذكرون، وهذه الأكذاب كثيرة جدا، ويعني في التطبيق أو التنفيذ كان سياسات أمريكا مختلفة تماما، وبسبب هذا أنا أيضا طبعا لا أثق بالأقوال أمريكا. ولكن هنا ثلاثة مشاكل موجودة بين تركيا وأمريكا، وأهم من هذا هذا قضية فتح الله كولان أو تسليم فتح الله كولان أو لا، أو التشجيع أو تساند مع تركيا في القضية أخرى، وأيضا في سوريا. الآن إذا أمريكا لا
يعني إذا تخون إلى تركيا في هذه في هذه الأقوال، أظن ستفقد تركيا تماما، يعني في بالنسبة لهذه القضية الكردية. ولكن شخصيا أنا أؤمن هذه الحروب بداية، أنا كتبت هذا في 2011، هذه الحروب السيناريو أمريكية إسرائيلية بدأت في العراق أولا، القضية أو الكيان الكردي هناك، وبعد ذلك سوريا، وبعد ذلك تركيا، والأخيرا إيران، لأنه هذه السيناريو من 79 أو 80ات أو خرائط برنارد لويس دانيال بايبس، نحن نعرف بدأوا في العراق بالقاعدة، بعد ذلك في سوريا بداعش. ولكن طبعا بالنسبة لتركيا، الثقافة التركية الإسلامية مختلفة تماما، وما استطاعوا أن تستعملوا داعش أو القاعدة، استعملوا شيء آخر، هذا الكيان الموازي، يعني حسب الثقافة هم يستعملون أشياء أخرى. وهذه كانت المحاولة الأخيرة الفاشلة، يعني كانت الآن التركية أو الشعب التركي والحكومة التركية تعرف، يعني نحن نقول في اللغة التركية جرمه مشهود، يعني مشهود العربية نفس الشيء موجود عندكم، يعني الآن جرمه مشهود. الآن تركيا الأمريكا، يعني بالنسبة للتسليم فتح الله جولان، وأيضا مساندة مع تركيا أو الحكومة التركية المشروعة، وأيضا أقوالها في بالنسبة للكرد الأكراد في شمال سوريا، إذا يعني لا تطبق هذه الأشياء الثلاثة، العلاقات بين أمريكا وأيضا طبعا ناتو والغرب، يعني ستكون المشكلة كبيرة. وأظن تركيا الآن تضغط إلى الغرب بورقة روسيا وإيران حتى أن تكون توازن. أنا أفكر بعد يعني بعد نهاية هذه السنة، بعد الانتخابات الأمريكية، سيكون تغيير في سياسة أمريكا. هم ستسلمون فتح الله جولان، وأيضا بالنسبة للقضية السورية. إذا لا تفعل أمريكا والغرب هذا، ستفقد تركيا تماما، الغرب يعني. يعني إشارة دكتور جانكيز دكتور سعيد حول دور أمريكي، ولو أحيانا مع فاعلين ولاعبين يمثلون بالوكالة أمريكا في المنطقة وأداء هذه المهام، أشرت إلى الأكراد كفصيل، ثم بعض الدول التي بشكل أو بآخر تلتقي مع أمريكا في نظرتها لسياسة المنطقة الشرق الأوسط. دكتور سعيد، دكتور جانكيس أشار بأن السياسة التركية بدأت تتغير مع ذهاب الوزير الرئيس الحكومة الأسبق أحمد داوودوغلو وقدوم بن علي يدرم، ولكن الآن تركيا رغم أن ذهب داوودوغلو، ولكن تركيا وكأنها بدأت أو عادت من جديد إلى صياغة رؤية أخرى أو تشكيل آخر لمفهوم صفر المشاكل. يعني اليوم تركيا تريد فعلا أن تغلق كل الملفات بهدوء وتحاول أن تعود إلى شيء من التواصل، حتى ولو في اشتباك فيبقى بارد، إيران، مصر، ممكن دول أخرى، دولة الاحتلال. يعني تقريبا الآن تركيا مقبلة على مرحلة جديدة مختلفة تماما على ما شاهدناه في 2013-2014. بطبيعة الحال إذا أردنا أن نتحدث عن الكلمات أو عن الشكل، نعم ممكن أن نسميها صفر مشاكل مرة أخرى، لكن في المضمون الحقيقي الأمر مختلف تماما. صفر مشاكل تنفيذيا مو فرضيا، وليس رؤية وليس كرؤية، هذا ما كنت أريد أن أقوله. يعني بمعنى أنها تريد فعلا تدوير الزوايا وتخفيف التوتر ومصالحات مع مختلف الدول، لكن صفر مشاكل كانت نظرية لواقع مختلف تماما، بآليات ورؤية مختلفة تماما. كانت تتحدث عن دول ليس بينها حروب، عن منطقة هادئة نوعا ما، فيها نوع من الاستقرار السياسي، وأننا نستطيع أن نصفر أو أن نخفف من حدة المشكلات عبر التلاقي الاقتصادي والتعامل التجاري والتلاقي الفكري والثقافي وما إلى ذلك، والقوة الناعمة. وهذه كانت رؤية حالمة ربما، ما دعني أقول سقف عالي نوعا ما، كانت تركيا تعرف أنها لن تصل له، لن تصفر المشكلات مع الجميع، لكن على الأقل أن تخفف حدة هذه الخلافات بطريقة أخرى، ونجحت إلى مدى كبير جدا مع اليونان ومع العراق ومع سوريا ومع إيران ومع مختلف الدول الحقيقة، حتى أرمينيا وغيرها. لكن الآن ما نتحدث عنه هو محاولة تجنب الصراع والنزاع، محاولة إبقاء اللهيب السوري واللهيب العراقي خارج الحدود التركية، محاولة
تلقي الغضب الغربي، محاولة تدوير زوايا الخلاف مع روسيا لما رأت تركيا من نتائج مباشرة يعني على الاقتصاد والسياسة، نضع تحت خطين أحمرين، هذه تجنب الصراع وليس صفر المشاكل. يعني هو إدارة وحماية للداخل التركي أكثر منه فعلا مبادرة، يعني صفر مشكلات كانت مبادرة تركية نحو الإقليم وتقبلتها المنطقة بشكل جيد جدا، ولكن الآن تجنب الصراع وعدم دخول فقط وهي مبادرة هي واقعية جدا دفاعية دعني أقول، وليست مبادرة أو هجومية. لكن بطبيعة الحال مرة أخرى التقارب التركي الروسي له استحقاقاته أستاذ محمد، وضمن استحقاقاته انخفاض سقف الخطاب التركي، تغير بعض المواقف التركية في الملفات الإقليمية تحديدا عندما تحدث عن سوريا والعراق. وأنا أعتقد أنه هذا ليس متغيرا استراتيجيا تماما، تغير استراتيجي لرؤية ومسار السياسة الخارجية التركية ليس بهذه السهولة، ليس بهذه البساطة، تكلفة عالية جدا. إذا افترضنا أن تركيا قادرة وراغبة في ذلك، لأنه احنا نتكلم عن تركيا عضو في حلف شمال الأطلس من عام 1952، عشرات السنوات من العلاقات والشخصيات والمراحل والأزمات والقواعد العسكرية والأسلحة النووية والملف العضوية في الشمال الأطلسي، العلاقة الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1995، الارتباطات مع الولايات المتحدة الأمريكية التي دفعت بجنرال أن يقول أن معظم شركائنا في المؤسسة العسكرية أقيلوا فأغضب القيادة التركية. أنا أقصد أن أقول أن المحور الغربي في علاقات تركيا الخارجية بمعنى واشنطن، الاتحاد الأوروبي، حلف الناتو، عميقة وراسخة جدا بغيث تستطيع أن تضغط على تركيا، وليس من السهل لتركيا الفكاك عنها إذا افترضنا مرة أخرى أنها تريد الفكاك أو أنها قادرة على الفكاك. وبالتالي أعتقد أن الاتجاه شرقا كما ذكر مرة أخرى داود أغلو مرة في كتابه العمق الاستراتيجي نظرية القوس والسهم، إذا أردت أن تزداد مكانتك في الغرب فتعمق أكثر في الشرق ويكون لك دور أكبر في الشرق. كان ذلك الحديث عن منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية والقوقاز والبلقان، لكن أعتقد أنه بطريقة مشابهة الآن تتقارب تركيا مع روسيا ومع الصين، أولا لتعويض الخسائر الاقتصادية، لتنمية وتطوير مشاريع استراتيجية مثل محطة الطاقة النووية ومشروع السيل التركي للغاز الطبيعي وما إلى ذلك، إضافة لماذا نقول، دعني أقول زيادة أوراق قوتها على طاولة التفاوض مع الغرب، تحسين شروط التفاوض مع الغرب عبر الضغط على روسيا. وإذا ما استطاعت تركيا أعتقد أنها تحاول أن تعود مرة أخرى لسياسة متعددة المحاور كما كانت تحاول دائما قبل الأزمة مع روسيا. أذكر فقط محاولة الانضمام لمنظمة شنغهاي، منظومة الدفاع الصاروخ التي حاولت شراءها من الصين، تنويع حتى مصادر التسليح بعيدا عن حلف الناتو، كانت رغبة تركية، كانت تريد لسياسات الخارجية أن تتوازن نوعا ما، أن لا تكون فقط في خانة الغرب. أعتقد أن تركيا الآن تحاول أن تسير في هذا المسار، ومدى قدرتها على ذلك سوف يحدد بشكل كبير جدا مواقفها وسياساتها الإقليمية. باختصار شديد دكتور جاندكيز، دكتور سعيد، سنمر 30 ثانية تقريبا حول تشكيلة محاور جديدة في علاقات سوريا في الإقليم. تركيا، عفوا، علاقات تركيا، تركيا المحور القطري السعودي، هل يمكن اليوم أن نرى هذا المحور يبدأ يصوغ ورقات تأطيرية إلى أن يتحول ممكن حلف استراتيجي، خاصة بأن المرحلة تفترض مثل هذا الحلف؟ طبعا صعب، يعني هذا المحور صعب، لأنه هذا المحور كان في البداية تركيا، مملكة العربية السعودية، القطر، والأمريكا والغرب، والأمريكا والغرب طبعا خرجت من اللعبة الآن، وهؤلاء بقيت وحدتها وضد روسيا وإيران. طبعا يعني هناك لا توجد توازن، يعني إيران في داخل سوريا، روسيا في داخل سوريا، تركيا جنب سوريا، ولكن أين المملكة العربية السعودية؟ جغرافيا بعيدة، والقطر أيضا، ويعني لا يوجد هناك على المستوى السياسي وتنسيق مواقف وعملية الدعم. ممكن يعني ممكن أن يكون أن ضغط من هذه الدول، ولكن يعني التوازن بين هذه الدول وروسيا وإيران وسوريا صعب جدا على المستوى الجيوبوليتيك، هذا صعب. صعب. دكتور سعيد، تركيا إيران، تنمية الاقتصاد، محاولة تجنب الصراع المباشر، إذا ما استطاع الفرقاء أن يخرجوا فعلا بحل سياسي للأزمة السورية سيكون ذلك رافعة كبيرة جدا للعلاقات التركية الإيرانية. لكن أنا أعتقد بظل التقارب الآن مع روسيا فإن العلاقات التركية الإيرانية على المستوى السياسي والاستراتيجي ستكون تبع للمسار التركي الروسي، فضلا عن أن مرة أخرى المساق الأساسي سيكون للعلاقات التركية الغربية أكثر من التركية الإيرانية. ستبقى على الأقل الملف السوري والملف العراقي
ساحات للتنافس بين تركيا وإيران، لكن على الأقل أعتقد أنهما يجنبان الاقتصاد، ونلحظ بعد رفع الحظر الاقتصادي على إيران بعد الاتفاق الغربي النووي معها، أعتقد أن العلاقات الاقتصادية والتجارية في نمو واضح جدا على مستوى الاستثمار والطاقة وعلى مستوى التجارة البينية البرية، فأعتقد أنه الاقتصاد هو أولا ويبقى التنافس ولا يغطي على مساحات التعاون الكاملة. في كلمة دكتور جزء، تركيا ودولة الاحتلال إسرائيل طبعا ستكون هناك نوعا ما الاقتصادية هناك العلاقات، ولكن تركيا دائما شعبا وحكومة مع فلسطين. دكتور سعيد، تركيا ومصر، في إشارات إيجابية كانت من تركيا نحو مصر أنه نستطيع أن نحسن العلاقات، لكن على مستوى الوزراء والملف الاقتصادي أولا. مؤخرا هناك إشارات إيجابية من مصر تأتي ربما بعد فشل الانقلاب، أعتقد أن هذا سيفعل الآن في مسار المصالحات، لكن ليس على مستوى السيسي وإردوان، على مستوى العلاقات بين الشعبين، العلاقات التجارية والاقتصادية، وقد تصل إلى مستوى الحكومتين. لكن هذا أيضا له مصاعب وله عقبات، وليس لدينا ربما المجال مرة أخرى، لكن مستوى الحريات والحقوق والديمقراطية في مصر أيضا عامل محدد جدا، وعدم استعداد السيسي ونظامه لاستحقاقات المصالحة مع تركيا أيضا عائق كبير جدا أمام هذه المصالحة المفترضة. مواضيع مكثفة ممكن نخصص لها حلقات أخرى. دكتور سعيد، دكتور جاكيس طومار، أستاذ العلاقات الدولية في معهد شرق الأوسط اللي تابع لجامعة مرمرة، شكرا لك. دكتور سعيد حاج، الكاتب والبحث مختص في الشأن التركي، شكرا لك. مشاهدينا الكرام، هكذا أتينا لنهاية حلقة اليوم من أوراق تركية، حتى نلتقيكم في أمان الله. شكرا لكم.